قلنا المرة اللي فاتت إن شغل سنة تانية كله معتمد اعتماد أساسي على شغل سنة إيه؟ سنة أولى، فلازم تكون بتعرف تحل الاستاتيكالي ديتيرمنت ستراكشر، يبقى معاك منشأ محدد استاتيكيا سواء كان فريم أو بيم، تعرف ترسم لها الإيه؟ المومنت في شغل سنة أولى. فعندنا فريم زي ده كده عايزين نرسم له المومنت. نرسمه إزاي؟ اتفضل يا مدرس. أول حاجة المفروض نعمل إيه؟ نحسب ردود الأفعال وبعد كده نرسم العرض. لما المسألة اللي قدامنا نلف فيها كام ردة فعل؟ 2 1 2 4 4 4 4. رولر فيها رد فعل واحد وهنا فيكسل فيها كام؟ 3. عندها كام معادلة؟ 4 معادلة. معادلة اتزان والكمية تمشي تديني ايه؟ معادلة رابعة. طيب عشان اجيب رد الفعل اللي هنا ده اجيبه ازاي؟ ناخد العزم عند سيجما العزوم في الجزء ده كده ناحيه اليمين. لما اخد سيجما العزوم عندي 3 في 4 12 تلف كده يلف معايا في نفس الاتجاه 10 في كام؟ 40. 4 ب 40. يلف عكس الكلام ده كله رد الفعل ده في كام؟ 10 في 10. يبقى رد الفعل يساوي كام؟ مجموع الكلام ده على كام؟ على 10. 52 على 10 يبقى كام؟ 5.2. نقدر ناخد سيجما اف واي نطلع رد الفعل اللي هنا. واخد سيجما اف اكس اجيب رد الفعل الافقي. واخد سيجما العزوم ناحيه الشمال اجيب العزم عند الفيكس. لو خدنا سيجما اف اكس دي 3 ماشيه ناحيه اليمين يبقى دي 3 عكس الاتجاه. اخد سيجما العزوم عند الانترميديا تنجي ناحيه الشمال. تركيز الحمل ده بيساوي كام؟ 2 في 6 12 طن. يبقى عندي 12 في كام؟ في 3. لف كده 12 في 3 36. في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه تعمل عزم هنا؟ المومنت اللي انا بدور عليه اللي لسه ما اعرفش اتجاهه. تمام؟ احنا جبنا اول رد فعل ده مش هعرف اجيب لسه ما جبتوش. يبقى لو خدت سيجما العزوم ناحيه الشمال هيبقى عندي كام مجنون في المعادله؟ 2. مش هعرف اطلع المومنت. لو اخد سيجما اف واي الاول عندي هنا 10 و12 يبقى كام؟ 22. 22 يشرح منهم 5 و2 من 10 13 و8 من 10. لما نيجي ناخد سيجما العزوم عند الانترميديت انج ناحيه الشمال يبقى عندي 12 في 3 36 بيلف عكسهم 16 و8 في كام؟ في 6. عدى معانا حسبه؟ يبقى عندنا 36 والناحيه الثانيه 16 و8 في 6 يديني 108 من 10. كده بيساوي 100 و8 من 10. الفرق بينهم كام؟ اطرح من الكلام ده 36 يدينا 64 و8 من 10. يبقى لما ناخد سيجما العزوم هنا محصله العزوم بتساوي 64 و8 من 10 بتلف كده وعندي عزم ثاني مجهول عشان يساوي صفر هيساوي الرقم ده اللي هو فرق الاثنين وعكس اتجاه 64 و8 من 10. تمام؟ فيها مشكلة موضوع الأكشنات؟ طيب نرسم العزم. العزم هنا كام؟ 64 و8 من 10 بين السهم وفوق. 64 و8 من 10. وهنا العزم كام؟ صفر. هوصلها خط منقط على هنا ايه؟ برابولا. تعني ايه 3 كام؟ دبليو ال تربيع على 8 2 في 6 تربيع على 8 تطلع بتساوي 9. الاول قبل ما ترسمها تشوف قيمه التعليق بتساوي كام؟ والارتفاع ده بيساوي كام؟ عشان تعرف البرابولا هتنزل تحت ولا هتفضل فوق؟
8 كام؟ 4 2 8 نصهم كام؟ 32 4 فانا هعلق 9 بس فالبرامله بتاعتها تبقى فين؟ فوق فوق زي ما هي كده. العزم هنا بيساوي صفر اجيب العزم عند النقطه دي من ناحيه اليمين هيساوي 5 و2 من 10 في كام؟ 6 5 في 6 ب 30 و1 و2 من 10 بكام؟ 31 2 من 10 وهنا صفر بينهم مفيش احمال اوصل خط مستقيم. العزم ده على المنبر الافقي المنظر ده كده هيتعكس على المنبر المائل بدل السنة بتاعه فين؟ تحت. وهنا العزم كام؟ صفر. هوصل دي بايه؟ بخط مستقيم والقيمة دي 31.2 وده عزم موجب وده عزم موجب وده عزم ايه؟ سالب. ده مشكلة؟ دي؟ طيب احنا هنا رسمنا 64 و8 من 10 ضرب السهم من فوق فيها مشكله؟ العزم هنا بكام؟ صفر. وصلنا خط النقط ونزلنا من النص W اللي هي ب 2 في ال تربيع على 8 اللي هي بتساوي 9. طب علقناها فوق ما نزلناهاش تحت ليه؟ لان التسعه دي اقل من القيمه اللي في النص دي اللي هي 32 و4 من 10. تمام؟ حد عنده سؤال؟ الجزء اللي عليهم ده ماشي. العزم هنا بكام؟ بصفر. هجيب العزم عند النقطة دي من ناحية اليمين هيساوي 5 و2 من 10 في 6 وبتلف كده لسه تحت تطلع 31 و2 من 10 رسمناها عمودي على المنبر الأفقي. عشان الجوينت تبقى متزنة المفروض مجموع العزوم عليها بيساوي كام؟ صفر. طيب أنا عندي الجوينت بتاعتي كده المنبر ده عليه عزم 31 و2 من 10 عشان محصلة العزم تطلع بصفر لازم يقابلهم نفس الرقم. يبقى ده السهم فين؟ تحت. رسمنا ده دي السهم من تحت ووصلنا بالصفر عند الانترميتين. تمام؟ في حاجة مش واضحة تاني؟ طيب هناخد نفس المين سيستم ده أو الفريم ونشيل الأحمال اللي عليه. وهنعمل شوية حالات تحميل وكل حالة نرسم لها العزم بتاعها. طبعا احنا مش بنعمل تجارب وخلاص، لا الكلام ده هتستخدمه في المسائل بعد كده. تمام؟ لما نتكلم ان شاء الله عن موضوع الديفورميشن هتعرف لازمه الكلام ده. لو انا عندي الفريم اهو فاضي وخدنا 1 متر طن شمال الانترميديت هنج وعايزين نرسم المومنت للكيس دي، اول حاجه هنجيب ودور الافعال. هناخد سيجما العزوم للجزء ده كده بيساوي صفر. رد الفعل ده يطلع بكام؟ لو انا حطيت العزم مركز شمال الانتربريت هنج لما اشتغل شمال هيدخل معايا، يمينها لما اشتغل يمينها هيدخل معايا. تمام؟ دلوقتي هو ده شمال لما اشتغل ناحيه اليمين مش هيدخل معايا في حاجه. لما اخد سيجما العزوم هنا مفيش احمال يبقى رد الفعل ده في المسافه دي بيساوي صفر، يطلع هو بكام؟ صفر. لو خدت سيجما اف واي تلاقي رد الفعل ده بكام؟ بصفر، مفيش احمال. لو خدت سيجما اف اكس ده يطلع بكام؟ بصفر برضه. فاضل عندي مين؟ العزم ده. ممكن ما احسبوش، اعرف ارسم العزم من غيره. لان ده يعتبر زي كانتليفر وعليه حمل، ممكن اشتغل من ناحيه اليمين لحد السبورت. تمام؟ مش لازم اجيب رد الفعل. عايز تجيب رد الفعل خد سيجما العزوم ناحيه الشمال، هتلاقي في عندك عزم بيلف عكس العقارب وقيمته كام؟ واحد طن متر. يبقى رد الفعل ده يلف عكس اتجاهه ويساوي برضه كام؟ واحد طن متر. نرسم العزم هنا مفيش احمال، يبقى العزم هنا صفر، والعزم هنا صفر. طب العزم هنا؟ واحد مع دين السهم، دين السهم فين؟ تحت. يبقى هنزل هنا واحد. طيب بعد ما تتحرك مثلا 1 متر العزم يبقى كام؟ واحد برضه. هاته من ناحيه اليمين هتلاقيه واحد، هتلاقي دايما العزم هنا بيساوي 1 متر طن وشرطه موجب. تمام؟ تمام. فيها مشكله؟ طب نحط حمل يمين الانترميديت هنج 1 متر طن
ونحسب او نرسم العزم هنجيب الرياكشنات اخد سيجما العزوم للجزء اللي بيساوي صفر. في عندي عزم بيلف مع العقارب قيمته كام؟ واحد. هيقابله رد فعل مضروب في مسافه اسمها 10 متر. يعني رد الفعل ده ار في 10 بتساوي 1 يبقى الار بكام؟ 1 على 10 يبقى 1 من 10. خد سيجما اف واي ده 1 من 10 لفوق يبقى ده 1 من 10 لتحت. سيجما اف اكس بتساوي 0 مفيش احمال يبقى ده بصفر. هاخد سيجما العزوم عند الانترميديت انجن ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. الحمل ده فين؟ ناحيه اليمين مش هيدخل معايا يبقى لا يدخل معايا مين؟ رد الفعل 1 من 10 في 6 يعمل كام؟ 6 من 10 كده يبقى العزم ده هيوزنه الناحيه الثانيه يبقى 6 من 10 عكس الاتجاه. تمام؟ قول عمال تلف ايدك ليه؟ طيب نرسم العزم. تعالى من ناحيه الشمال او ناحيه اليمين العزم هنا بصفر هنا 1 من 10 في كام؟ 6 في 6 ودي لسه من فين؟ تحت بقى عشان العكس تحت 6 من 10 ال 6 من 10 دي هتتعكس الناحية دي 6 من 10 لتحت. طب العزم هنا بيساوي كام؟ 6 احسبه من الناحية دي. ما يبقى عندك عزم مركز لو انت عندك مثلا كاميرا زي كده بس قبل وبعد وعندك عزم مركز هنا احسب من ناحية الشمال لحد ما توصل له وما تدخلوش معاك في الاعتبار. ومن ناحيه اليمين لحد ما توصل له برضه ما تدخلوش معاك في الاعتبار. طب اعرف ان الحل بتاعي مظبوط ولا لا؟ اوزن الحته دي. لو هي كاميرا لازم مجموع الحته اللي تحت والحته اللي فوق يساوي الواحد. اللي هو الدروب ده يساوي الواحد مش مجموعه. يعني مثلا هنا نص يبقى فوق نص. 4 من 10 يبقى في 6 من 10. قيمه الدروب كلها تبقى كام؟ واحد. طب هنا احكمها ازاي ان الجوينت تبقى متزن؟ تمام؟ يعني زي ما عملنا دي كده طلعت الجوينت متزنه اهي. نوزن الجوينت بعد ما نرسم العزم هنا. هات العزم ده من ناحيه اليمين هيساوي 1 من 10 في كام؟ في 10 وبيلف ازاي؟ كده يبقى ده لسه فين؟ تحت. يبقى العزم ده بيساوي كام؟ 1 لتحت. طب العزم الشمال الانترميديت هنج بيساوي كام؟ ها؟ سواء كم؟ 6 ممكن اجيبه من الناحيه الثانيه او اجيبه برضه من ناحيه اليمين. لو جيت تحسبه من ناحيه اليمين من هنا هيساوي كام؟ ما قلنا في 1 من 10 في 10 بيعمل كام؟ 1. بس انا لما اعدي ناحيه الشمال دخل معايا مين؟ الواحد ده اللي هو هيعكس او هيبقى عكس اتجاه المومنت اللي جاي من رد الفعل ده يبقى محصله العزم تطلع كام؟ 0. طب هاتها من ناحيه الشمال العزم هنا بكام؟ 6 من 10 ودي السهم تحت. وصلنا بالصفر. 1 من 10 في 6 ب 6 من 10. طب اجيب العزم هنا من ناحيه الشمال. عندي 6 من 10 بتلف كده وبيلف عكسهم 1 من 10 في 6 اللي هي كام؟ 6 من 10 فيبقى العزم كام؟ 6 من 10. يعني ليه ما وصلناش بالانترميديت هنج على طول بالصفر؟ ليه العزم طلع؟ عشان في عزم مركز هنا. لو قبل الانترميديت هنج يبقى لازم يطلع عزم. طالما في عزم مركز يبقى العزم لازم اخده معايا في الاعتبار. طب ما فيش يبقى العزم صفر. طب نتاكد ان الجوينت دي متزنه. عندي ممبر اهو. انترميديت هنج ممبر اهو. في عندي حمل على المساله 1 متر طن بالمنظر ده. ده الحمل. طب المومنت اللي انا رسمته على المنبر بيساوي كام؟ هنا العزم بيساوي 1 ودي السهم فين؟ تحت. هنا العزم بكام؟ بصفر. العزم هنا بصفر. هتلاقي الواحد ده بيلغي مين؟ ده بيلغي الواحد ده يبقى محصله العزوم بكام؟ بصفر. طيب خلينا نحط عازمين مع بعض. واحد شمال واحد يمين. هناخد سيجما العزوم الجزء ده كده بيساوي صفر. يديني رد الفعل اللي انا حسبته قبل كده كام؟ 1 من 10. 1 من 10. خد سيجما اف واي على طول ده يديك 1 من 10. تحت سيجما اف اكس ده يطلع بصفر.
اخذ بقى سيجما العزوم ناحيه الشمال، هتلاقي عندك واحد من عشرة في ستة بيلف في نفس اتجاه دوران مين؟ الواحد. وكام؟ واحد وستة من عشرة بيلف كده، عشان تتزن لازم يعملها رد فعل بيساوي واحد وستة من عشرة عكس الاتجاه. نرسم العزم، العزم هنا بكام؟ واحد وستة من عشرة، وده لسه عامل تحت. العزم هنا بكام؟ خليك قبل الانترميديت انش وما تدخلش معاك مين؟ العزم المركز عشان ما تلخبطش نفسك. هجيبه من ناحية الشمال، واحد وستة من عشرة دي السهم من تحت، وفي عندي واحد من عشرة في ستة، بس دي السهم فين؟ لفوق عكس الواحد وستة من عشرة، يبقى محصلتهم كام؟ واحد. يعني لما ياخد سيجما العزوم هنا هلاقي واحد وستة من عشرة بتلف كده، واحد من عشرة في ستة بتلف عكس الاتجاه ستة من عشرة، ومحصلتهم كام؟ واحد. ودين السهم فين؟ لتحت مع الواحد وستة من عشرة، بعد كده واحد وستة من عشرة دي كام؟ واحد. نحسب من الناحية التانية، العزم هنا كام؟ صفر. العزم هنا واحد من عشرة في ستة كام؟ ستة من عشرة. تعكس الناحية دي، هنا هات العزم من ناحية اليمين وما تدخلش المركز معاك، يبقى واحد من عشرة في كام؟ عشرة. عشرة يديني كام؟ واحد. وبيلف كده كده السهم فين؟ تحت. اوصله بالستة من عشرة دي، وبعدين هاوزن الجوينت بتاعتي. الجوينت بتاعتي دي فيها اثنين ممبر اهو، واحد مايل ترميلية انش، واحد افق. في عندنا حملين، واحد متر طن وواحد متر طن. الممبر المايل العزم عليه كام؟ واحد. ودي لسه من تحت. الممبر الناحية الثانية واحد، ودي لسه من تحت. محصلة الأحمال دي كام؟ صفر. تمام؟ نعم. كنا واخدين قاعدة اللي هو عند الأحمال المركزة عند العزوم، قصدي بناخد مرة من اليمين ومرة من الشمال. يعني إيه مرة من اليمين ومرة من الشمال؟ نجيب مرة العزوم من ناحية اليمين ومرة من ناحية الشمال، بنعمل الكومة اللي هي الدروب دي. ماشي، ما هو ده لو هو على كاميرا، على كاميرا كده هتلاقي كومة الدروب دي موجودة. طب ما هنا برضه في دروب، يعني انا المفروض اعدي عند الجوينت دي، المور تطلع بكام لو ما فيش حامل مركز؟ صفر. طب هو العزم هنا في دروب ولا فيش؟ في دروب. دروب كنت كام؟ واحد. كنت واحد. تمام. وهنا في كمتين اهو، واحد واحد، المفروض اصلا يبقى بكام؟ صفر. صفر. طيب لو جينا حطينا مثلا حمل هنا كده واحد متر طن، وعايزين نرسم العزم للمساله دي، نجيب الرياكشنات سيجما العزوم يساوي صفر، رد فعلنا يطلع بكام؟ واحد. واحد. واحد من عشرة. لو خدت سيجما العزوم هتلاقي في عندك واحد متر طن بيلف كده، بيقابلها الار في مسافة كام؟ عشرة. يبقى الار بتساوي واحد على عشرة، واحد من عشرة. سيجما اف واي واحد من عشرة من تحت، سيجما اف اكس ده صفر. اخد سيجما العزوم للجزء ده هيدي لي كام؟ دي 6 من 10 بتلف كده، يبقى دي 6 من 10 عكس الاتجاه. طب نرسم العزم، العزم هنا بكام؟ 6 من 10 لتحت، وهنا 0. العزم هنا بكام؟ 1. ودي لسه فين؟ فوق. فوق. يبقى العزم هنا بواحد. اجيب العزم عند النقطة دي هيساوي كام؟ هاته من ناحية اليمين، واحد سالب واحد في كام؟ واحد من عشرة في كام؟ ستة. ده كده يديني ستة من عشرة، والناحية التانية في واحد، بفرقهم كام؟ أربعة من عشرة. دي السهم فين؟ فوق. الأربعة من عشرة دول هعكسهم الناحية دي، وهنا بكام؟ ده كله عزم سالب، وده عزم ايه؟
طيب لو خدنا نفس الفريم ده وحطينا له حمل عند الكسرة دي، ممكن الحمل ده يبقى عزم او حمل مركز على حسب اللي هيطلب منك في المسألة بعد كده زي ما هتتعلم ان شاء الله. هنحط مثلا عزم عند الكسرة دي 1 متر طن، عايزين نرسم العزم. هناخد سيجما العزوم هنا، يدينا رد الفعل الراسي ده كام؟ واحد. حط العزم هنا، حطه هنا، حطه هنا، يديك نفس الواحد من عشرة. تمام؟ لو خدنا سيجما اف واي ده يديني 1 من 10 من تحت، سيجما اف اكس ده يطلع بكام؟ بصفر. اخد سيجما العزوم ده يديني 6 من 10 كده، يبقى التاني 6 من 10 عكس الاتجاه. نرسم العزم، هتلاقي هنا العزم كام؟ 6 من 10 من تحت. وهنا كام؟ صفر. العزم هنا بصفر. هجيب العزم قبل ما اوصل للحمل المركز. هيساوي كام؟ 1 من 10 فيه 6. يديني كام؟ 6 من 10. اعكسها واكمل؟ لا. اروح احسب العزم من الناحية التانية. لو انت هتتلخبط لو كملت حسابات من ناحية اليمين. بجيب العزم من الناحية التانية الاقي في عندي 1 من 10 هيضرب في كام؟ 10 هيديني 1. بيلف عكسهم كام؟ 6 من 10. يبقى الفرق كام؟ 4 من 10 فين؟ فوق ولا تحت؟ اتجاه الواحد اللي هو فين؟ فوق، لان الحمل ده تقيل السهم بتاعه يبقى لفوق. تمام؟ هيديني 4 من 10 لفوق. وبعدين هنا بكام؟ بصفر. نشوف وزن الجوينت دي. جوينت عليها 1 متر طن. المنبر الناحية اليمين عليه عزم 6 من 10 ضل السهم لتحت، والتاني عليه عزم 4 من 10 ضل السهم فين؟ لفوق. يبقى محصلتهم كام؟ صفر. تمام؟ يعني لازم نحسب ال 4 من 10 من الشمال ولا ممكن احسبها من ناحية اليمين؟ بس اقول لك عشان ما تلخبطش نفسك. طب لو احسبها من ناحية اليمين انا لحد هنا جبت كام؟ 6 من 10. طب بعد ما اعدي الكسره دي هيدخل معايا مين؟ الواحد. ده بيديني عزم 1 من 10 في 6 لف كده 6 من 10 بيلف عكسهم مين؟ واحد. يبقى فرقهم كام؟ 4 من 10. 4 من 10 ضل السهم فين؟ لفوق. تمام؟ فيها مشاكل؟